طب رغم حالة الاستقرار اللي الدولة وصلت ليها، إلا إن الحرب على الإرهاب ما زالت شغالة، ولسه أبطال مصر بيواجهوا هذا الإرهاب وبيدفعوا ثمن كبير من دمائهم عشان مصر تكون في أمن واستقرار وأمان. على الهاتف معنا النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هنكلمه عن تفاصيل هذا الحادث الإرهابي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ هدير. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. قول لنا في البدايه، اهلا بحضرتك، شفت ازاي الادانه الدوليه والعربيه الواسعه لهذا الامر؟ قراءتك ليها في البدايه. هو في البدايه لازم نقدم العزاء للشعب المصري جميعا ولقواتنا المسلحه على ابطالنا وشهدائنا اللي سقطوا امس على يد الارهاب الخسيس والغادر في سيناء. وزي ما حضرتك قلت، يمكن إدانة المجتمع الدولي ده إن كان لعودة مصر لمكانتها في الوطن العربي وإقليميا ودوليا، ويمكن مصر الدولة الوحيدة اللي استطاعت في وقت قصير جدا إن هي تحجم الإرهاب، لأن الإرهاب ما بينتهيش. شفنا دول عظمى بتدخل دول وتخرج منها والإرهاب ما زال موجود. شفنا الكلام ده في أفغانستان بعد سنين وسنين. يمكن اللي بيأكد على نجاح قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية في سيناء على تقليل وتيرة الإرهاب، يمكن بقالنا فترات طويلة جدا لم نرى ولم نسمع أي حادث إرهابي في سيناء، والبعد ما بين الفترات ما بين الحوادث الإرهابية ده وطول المدة ده بيؤكد على قدرة الدولة المصرية في الفترة الأخيرة على تحجيم الإرهاب وتكثيف منابعه. ويمكن صحيح سيادة النائب، ويمكن ده يعني يوضح حالة التنسيق الأمني الموجود ما بين الأجهزة الأمنية، وأيضا يعكس أنه التنمية كمان كانت يعني سبب رئيسي في حصار الإرهاب في سيناء. بالضبط استاذ هدير. ويمكن كمان اضافه على كلام سيادتك، ان لو نيجي نلاحظ الحادث حصل فين، هو حصل في احد محطات رفع المياه، فمش لارتكازات امنيه صريحه، وده ان دل على ضعف قدره الارهاب في سيناء، وهو شايف ان الدوله المصريه بتنجح في عمليه التنميه. شايفين مئات المليارات اللي تم انفاقها من قبل الدولة المصرية، لان هي فاهمة ان احنا محتاجين تنمية جنب السلاح الامني، وده اللي حاصل في انفاق اتعملت في سيناء، مدن يعني بالكامل جاهزة لاستقبال ملايين المواطنين، وشايفين خطوط للغاز، وشايفين قد ايه الدولة المصرية حققت نجاحات في الفترة الأخيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. ومسألة التنمية اللي حصلت دي بتعكس انخفاض أعداد الحوادث الإرهابية من 2013 و2016 ولحد النهاردة، وإحنا بنتكلم عن إنه كنا بقينا شهور كتيرة ما فيش حوادث إرهابية. ايوه، ده ناكد زي ما بقول لسيادتك، ياكد على نجاح الدوله المصريه بالفعل والتنسيق ما بين الاجهزه الامنيه، لان احنا ماشيين على محورين، محور امن ومحور مكافحه الارهاب. ويمكن ده مرت بيه الدوله المصريه من يعني السنين اللي فاتت، من بدايه من حمله حق الشهيد اللي قامت بها القوات المسلحه والحملات الامنيه، وماشى معاها على التوازي عمليه التنميه، لان كل ما هيكون في تنميه في سيناء كل ما هيكون بنضيق الجذور الارهاب. صحيح. وبنمنعهم ان هم يمشوا في المناطق الصحراويه، لان كل ما يبقى في مدن وفي حياه وفي تنميه ده بيصعب بشكل كبير على الارهابيين ان هم يعتبروا كفافيش الظلام، لان هم بيظهروا في اوقات دايما بيحاولوا ينالوا من عزيمه الشعب المصري والقوات المسلحه، في خاصه في الاعياد الدينيه، يعني هو بعد اعياد الفطر بيحاولوا يعملوا عمليه ارهابيه، ولكن لا هو واضح طبعا. الشعب المصري صف واحد وراء قواته المسلحه وراء قيادته السياسيه. ويمكن انا كنت سامع زميلتي اميره العدلي بتتكلم على يمكن ده مردود على ما حدث في مسلسل الاختيار والتسريبات اللي فضحتهم سواء في سيناء او الجماعه الارهابيه في مصر، وازاي كانوا بيخططوا ان هم يحولوا سيناء لولايه اسلاميه، لكن الدوله المصريه باجهزتها وشعبها ما انا عايز التقط الخيط ده، ويعني وابدا مع حضرتك سؤال تاني.
يعني سياسيا وانت في تنسيق شباب الاحزاب وعضو مجلس النواب، ازاي نحافظ على حاله الاصطفاف الوطني اللي خلقتها لينا الدراما المصريه في شهر رمضان، ونقف نبني، يعني ما يهمناش ان حتى لو سقط مننا جنود نكمل المسيره، ازاي نعمل ده سياسيا على الارض؟ ازاي نكمل حاله الاصطفاف، حاله الحوار اللي دعا عليها السيد الرئيس بوجود كل، يعني ازاي نتقدم الى الامام، ما نقفش مكاننا يا سيادة النائب؟ اعتقد ان اللي حضرتك قلت عليه نقطه في غايه الاهميه، وهي الوعي. معركتنا مع الجماعات الارهابيه دي اللي كانت دايما بتلعب على نقص الوعي عن بعض المواطنين البسطاء، استطاعت الدراما المصريه واستطاع السيد الرئيس واجهزه الدوله بفتحهم بالحقائق، لان دايما لما الشائعات ومحاوله تغيير الامور، الوعي والمعلومه المباشره هي خير دليل وخير علاج ليها. وشفنا المشهد اللي قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعياد، هو دايما بيدينا المثل والقدوه ان احنا كلنا مع ابناء الشهداء، وشفناه في اول يوم العيد بيقضي الوقت مع ابناء الشهداء، وده بيدي رساله ان الدوله المصريه ما بتنساش ابنائها سواء الشهداء او ابنائها المصابين، ودايما بنبقى معاهم. وخير رد على ذلك كميه المشروعات التنمويه اللي بتزيد يوم بعد يوم في سيناء، وهتعمرها وهتقضي على المشكله الديموغرافيه وعدد السكان القليل. صحيح، هي المعركه معركه وعي وتنميه، والمعركه لم تنتهي بعد. نشكر حضرتك سياده النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده.